سلمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة الغربية 52 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن هدية رئيس الجمهورية إلى أهالي الغربية. وقالت منسقة حياة كريمة بالغربية زينب سامي إن هدية رئيس الجمهورية لأهالي الغربية تضم 200 ألف كرتونة بها مواد غذائية بهدف توزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية. الحمد لله ال 200 ألف كرتونة مقسمين على الثمان مراكز محافظة الغربية. بدأنا بمركز زفتة، وصل لمركز زفتة 24 ألف كرتونة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مركز سمنود، ثم كفر زيات، ثم قطور، بسيون، الصنطة، وحاليا نحن موجودين الآن في مركز المحلة الكبرى لتقديم 52 ألف كرتونة لأهالي مركز المحلة من الأسر المستحقة، عشان نقدم لهم هدية السيد رئيس الجمهورية من الكراتين القادمة لمحافظة الغربية. مبسوطين جدا إن احنا قدرنا إن احنا ناخد الكراتين بتاعت الرئيس ونوصلها للناس في البيوت، والناس مبسوطين جدا بالحاجه اللي وصل لهم دي، وكلنا بنشكر سياده الرئيس طبعا على المجهود الكبير ده، واحنا كمتطوعين مبسوطين جدا ان هو ده عمل تطوعي وبحاجه زي كده ان احنا نساعد بيها الناس في رمضان. كل سنه وانت طيب يا ريس، هديتك وصلت وعقبال السنه الجايه، متشكرين يا ريس على جمايل.